قلت لك لا يعني لا يا رؤوف. يا نورة افهميني، الفلوس دي نصيبك الشرعي وحلالك. وانا مش عاوزاهم يا اخي. بس انا بقى عايزهم. يعني ما انت عارفه حالتي الماديه اليومين دول، وخصوصا بعد ما رجعت من الاعاره. دي مشكلتك، حلها بنفسك. وانت مش شريكه حياتي ولازم تقفي جنبي وتساعديني. هساعدك في حدود الممكن، انما ده مش ممكن ابدا. مش ممكن ليه بس؟ الفلوس دي ممكن تخلينا نعمل المشروع وتنقذنا من ورطه كبيره. بتهيألك انت كده هتدخلنا في مشاكل اكبر. خلاص هاخدهم سلف. وترضى تبتدي مشروع انت عارف انه بمال حرام؟ ازاي ترضاها على ابنك ولا بنتك اللي جايين في السكه؟ مش خايف عليهم من غضب ربنا؟ ازاي تفكر بالطريقه دي يا رؤوف؟ ازاي؟ مساء الخير يا حبيبتي. اهلا. حقك عليا. انا مش زعلانه منك، انا زعلانه عليك. من ايه بس يا حبيبتي؟ معقول تقبل تعيشنا بمال حرام؟ خلاص بقى، حقك عليا، كانت ساعه شيطان وراحت لحالها. وانا ايه اللي يضمني انها ما ترجعش تاني؟ حبنا وثقتنا في بعض هما اللي هيخلونا ننسى، وما نفتكرش بعد كده غير اللحظات الحلوه اللي بتجمعنا سوا. يا ريت كل حاجه تفضل حلوه ما تتمررش. وايه بس اللي هيمررها؟ الشيطان يا رؤوف. الشيطان ما يقدرش يدخل بينا. وما يدخلش ليه؟ اذا كان دخل بين اخ واخوه. يا حبيبتي احنا حاجه تانية. حاجه تانية ازاي؟ معقول هنبقى اكتر من الاخوات؟ بكتير، لان الاخوات ما بيختاروش بعض، انما انا وانتي اخترنا بعض، واخترنا بعض عن حب واراده مش غصب عننا. بجد يا رؤوف؟ بجد يا حبيبه رؤوف. باركيلي يا حبيبتي، باركيلي. خير يا رؤوف؟ اخيرا هحقق مشروعي وابقى حر نفسي. ازاي؟ شوفي يا ستي، انا النهارده قابلت واحد صاحبي بيشتغل في بنك، وعرضت عليه يعني يديني كارد عشان اعمل مشروع المطعم اللي قلت لك عليه. ومعقوله هيدي لك كارد من غير ضمان؟ لا طبعا، هو في حاجه اسمها كده؟ امال ايه الضمان بقى ان شاء الله؟ شقتنا يا حبيبتي. قصدك شقتي؟ انت ناسي ان بابا الله يرحمه شاريها باسمي؟ لا ما نسيتش، بس انت مراتي ولازم تقفي جنبي. ايوه بس دي اللي احنا عايشين فيها. يا حبيبتي اوعدك اول ما المشروع يشتغل هجيب لك فيلا، مش حته شقه صغيره زي دي. لا يا رؤوف مش هينفع. مش هينفع ليه يا نور؟ انا ما صدقت لقيت الحل ده. دي الشقه اللي حالتنا، معقول هنغامر بيها وانا على وش خلفه؟ طب افرض خسرت هنقعد في الشارع؟ انت مش واثقه في جوزك ولا ايه؟ المساله مش مساله ثقه بس، ده سوق يعني ممكن يصحصح وممكن ينام. يا حبيبتي ان شاء الله هيصحصح وهتبقى زي الفل. لا يا رؤوف شوف لك حاجة تانية بعيدة عن الشقة دي. حاجة زي ايه يعني؟ معرفش، بس الشقة دي هي الوحيدة اللي بابا سايبها لي من فلوسه الحلال، واستحالة افرط فيها ابدا. يا حبيبتي ما هو عشان كده ربنا هيوفقنا، لأنها فلوس حلال. ولا أنت بقى مش واثقة في ربنا؟ ونعمة بالله. بس ازاي ربنا هيوفقنا وأنت هتاخد قرض من البنك؟ طب وفيها إيدي كمان؟ فيها إن القرض من البنك ده يعتبر ربا. هو أنت يعني هتفهمي أكتر من المفتي وشيخ الأزهر؟ ما هم حللوها. وبعدين يعني ما الحاج والدك الله يرحمه كان بيتعامل بقروض. مش كده برضه ولا إيه؟ الله يرحمه بقى ويغفر له أخطائه. يا حبيبتي أرجوكي ساعديني عشان أقدر أقف على رجلي بقى. بس ده حرام يا رؤوف. وبعدين بقى يا نورة، هو إحنا نخلص من حكاية الورث تدخلي في حكاية الفايدة؟ مش كده بقى. واضح إن أنا كلامي ما بقاش عاجبك. بالعكس يا حبيبتي، أنت صح لدرجة مش موجودة اليومين دول. وإيه المطلوب مني؟ مطلوب منك تبقي مرنة شوية. الحياة النهاردة عايزة الإنسان الفليكسبل. فليكسبل؟ يعني عاوزني أعمل إيه؟ تعملي توكيل عشان اقدر ارهن الشقه واخد الكارت، وان شاء الله هردهم في اقرب وقت ممكن. توكيل. اتفضل يا نيرة. الف مبروك علينا يا حبيبتي. مش هوصيك يا رؤوف، اوعى تاثر في المشروع، ده الشقه تروح مننا ونبقى في الشارع. اطمني يا حبيبتي، كله هيبقى تمام ان شاء الله. ست شهور بكتير وترجع الفلوس عشان نفك رهن الشقه. عيب يا نور، انا راجل وادي كلمتي. ربنا يلطف ويكملها بالستر. جاوب ليك يا ست نورة. جاوب لي أنا؟ من مين؟ ده من البنك يا ماما. إيه ده؟ في إيه؟ ده كشف حساب باسمي. أكيد المال الحرام اللي أخوكي حاطه في حسابنا في البنك عايز يأمن دنيتنا ويخسرنا آخرتنا. يا نهار أبيض. في إيه يا بنتي؟ وقعت يا قلبي.
في مليون جنيه مسحوبين من حسابي. مليون جنيه؟ انسحبتيهم؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى مش حطاهم في دماغي. امال مين اللي سحبهم؟ يبقى اكيد رؤوف. رؤوف؟ ورؤوف يسحبهم ليه يا فوضى؟ اصل انا يا ماما عملت له توكيل. عملتي له ايه؟ توكيل؟ يا خيبتك القوية! انت ازاي يا استاذ تسحب من حساب بنتي اللي في البنك من غير ما تعرفها؟ اولا دي مراتي، يعني فلوسها فلوسي بالظبط. ثانيا بقى هي عامله لي توكيل. يعني انت فعلا سحبت فلوس؟ ايوه سحبت فلوس، ولا هكذب ليه يعني؟ بس انت كذبت عليا، فهمتني انك هترهن الشقه، عشان كده انا عملت لك توكيل عام. اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لا كنت عايزه تقتنعي ولا تفتحي مخك. تقتنع؟ تقتنع بايه؟ يا استاذ الجامعه، يا مربي الاجيال، انت تعمل كده؟ حياتك يا طنط بقى، ما تفكرنيش بالتاريخ الاسود ده. يا شيخ اسود على دماغك، اخسى عليك، انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جوزتك بنتي. هو انا عملت ايه لكل ده؟ الفلوس دي انا استلفتها عشان ابدا بيها المشروع بتاعي، اول ما المشروع بتاعي يجيب فلوس هبقى ارجعه. هو انا يعني هاكل حق مراتي وامتني؟ وابنك اللي جاي هتاكله مال حرام؟ وايه الحرام في كده؟ الفلوس دي انا استلفتها منها وهتعب واشتغل عشان اردهم، فين بقى الحرام ده؟ بس انت عارف ومتاكد ان اصل الفلوس دي جايه من طريق مش حلال. وانا مالي؟ افرضي دلوقتي ان انا مصاحب واحد حرام والحرامي ده قرر يسلفني فلوس وانا مزنوق، يبقى الفلوس اللي خدتها منه دي حرام؟ دي فلوسه هو، وهو اللي مديها لي. ايوه اديك انت اللي قلت اهو، هو اللي اديها لك من غير ما تتحايل عليه. انت بقى عملت مع بنتي غير كده خالص، قعدت تلف وتدور لغايه ما خدت مرادك. ماشي يا طنط، هنبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده بعدين. يلا نور عشان اروح بيتنا. طلقني. اتجننتي؟ اعقلي يا نوره وما تهديش البيت. انت اللي طربقته على دماغنا يوم مرضيت بالقرش الحرام. انا عايز اضمن لنا مستوى اجتماعي كويس. عايز تضيعنا دنيا واخره عشان شويه منظره. منظره؟ هي العيشه الحلوه تبقى منظره؟ يا بنتي في ناس بتموت من الفقر وبينداس عليها، احمدي ربنا بقى علقت فيه. احمد واشكر فضله انه بينك على حقيقتك، بدل ما كنت ضيعت عمري كله معاك. ياه للدرجه دي؟ يا خساره، كنت فاكرك مختلف لكن طلعت زي الباقيين. بطلي بقى كلامك المثالي ده وفوقي، احنا في زمن ما يعرفش الرحمه. يمكن انت ما حسيتيش بحاجه زي دي لانك طول عمرك مولوده وفي بقك معلقه ذهب. انما انا لا، انا ياما نمت من غير عشاء، ياما اتمنيت ان كل لمبه تنور لي لوحدي بدل المذاكره في الشوارع وتحت العواميد. عارفه يا نوره ايه المشكله اللي بيني وبينك؟ انك طول عمرك باصه للدنيا من فوق، انما انا شفتها من تحت. عشان كده انا ما عنديش استعداد ابني يشوف اللي انا شفته. انا عندي يموت في بطنك ولا ان ينزل ويتعذب بفقر. ياه للدرجه دي الفلوس مهمه عندك قوي كده؟ الفلوس هي الحياه. انا لو معايا فلوس همتع نفسي ومتعك ومتع ولادنا، لكن لو معيش ساعتها ممكن افكر اقتلكم من شده الفقر. تقتلنا؟ هو انت ما سمعتيش عن الناس اللي بتقتل عيالهم عشان مش لاقيين ياكلوا؟ بيع لي ابنك كام يا رؤوف؟ ايه؟ ابيع لك؟ ايوه انا عندي الفلوس وانت ليك حق في ابننا اللي جاي، وانا مستعده اشتري حقك ده فيه ونفترق. انت خريف اللي انت بتقوليها دي؟ انا لا يمكن اعمل كده، وبعدين ده عرض غير مشروع. هديك 2 مليون على المليون اللي معاك وتتنازلي عن ابننا تنازل لا رجع فيه. ايه؟ هتكتبيه باسم واحد تاني ولا ايه؟ حاشا لله، انا برضو بعرف ربنا، هيكتب باسمك لكن حضنته والوصاية عليه لحد ما يكبر هتكون عليا انا، ومالكش حق تشوفه الا باذن مني. انت ازاي تعرفي ربنا وانت عايزه تفرقي بين اب وابنه؟ هديك 5 مليون يامنوا لك مستقبلك لاخر العمر، وابني بقى يا سيدي اعتبره بعد الشر مات في بطني. بعد الشر يا شيخ؟ مش انت اللي بتقول ده؟ لو انا فقير، انما انا لو غني اكيد هبقى عايزه يعيش معايا. الدنيا ما بتديش كل حاجه يا رؤوف، في لحظات لازم علينا نختار فيها بين الحاجات ونحسم امرنا. انا مش متخيل انت ازاي بتعرضي عليا عرض زي ده. اخر كلام هخليهم 10 مليون لو قبلت هنتمم الموضوع مع المحامي، ولو ما قبلتش بقى ابني برضه هيفضل في حضني، وتبقى تاخده ده لو عرفت تاخده بعد السن القانوني. ده تحدي بقى. انا دلوقتي بطلب منك بالتراضي، انما لو فشلنا فانا عشان مصلحه ابني ممكن اعمل اي حاجه. يعني مفيش امل نكمل مع بعض؟ اللي انكسر عمره ما يتصلح يا رؤوف. قلت ايه في العرض بتاعي؟ سيبيني افكر. انا موافق على العرض بتاعك. كنت حاسه انك هتوافق، كنت بكدب نفسي. عرض ايه؟
هي نورة ما قالتلكوش ولا ايه؟ ده شيك بنص المبلغ ممضي مني بتاريخ النهارده والباقي بعد التسجيل. شيك ايه وتسجيل ايه؟ 5 مليون جنيه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ بعت لي الفلوس دي. ده نص تمن ابني اللي في بطني. مدام نورة اتفقت مع الاستاذ رؤوف على انهم يتطلقوا ويعمل لها تنازل عن حضانته لطفلهم اللي لسه جاي في السكه مقابل 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه يا خسيس، بس ده كتير قوي. ده ورثي وانا حره فيه. هذه فلوس الدنيا كلها ما تغلاش على ابني. وانت تقبل تبيع ابنك؟ ومين قالك ان انا هبيعه؟ انا بديله فرصه يتربى في حضن امه زي ما هي عايزه. وعموما هي عندك، اسالها، دي رغبتها وانا بجاريها بس عشان اريحها. وانت كده هتبقى مرتاح؟ استاذ رؤوف راجع نفسك كويس. التنازل اللي انت توقع عليه ده هيتوثق في الشهر العقاري، يعني هيبقى تنازل نهائي مفيش رجعه فيه. ده قراري الاخير يا متر. انا ما اقبلش اعيش مع واحده مش عايزاني، وما دام ده طلب نوره انا هنفذه لها. تنفذه لها ولا عشان تنهى في الملايين يا خسيس؟ اخصى عليك يا رؤوف، واحنا اللي امنا لك وادينا لك اختنا. ما بلاش انتوا بالذات. يعني ايه الكلام ده رؤوف؟ خد بالك من كلامك. واخد بالي ليه؟ زي ما انا بعت الغالي بالفلوس انتوا كمان عملتوا زي. اخرس! انا لا يمكن ابيع حته مني مهما كان الثمن. احنا مش واطين زيك عشان نبيع لحمنا. خد هات الفلوس وغور من هنا. يلا يلا يلا. استاذ مختار استهدى بالله شويه يا جماعه. وده نورك. اتفضلي وقعي هنا. عايزه اقول لك ان اللي تمنه فلوس رخيص. الحمد لله ان ربنا نجانا انا واللي في بطني من واحد رخيص زيك. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.